انا اموت على شيء اسمه شارلوت تلبري، واللي احبه صراحه اللي هو هذا الماجيك كريم. طبعا انا عندي منه واستخدمه، استخدم البنات بشكل يومي، احطه قبل الميك اب، اذا ما كنت حاطه ميك اب فانا احطه، يعطيني جلو، يعطيني نظاره مره حلو. عاد جيت اليوم قلت ابغى اخذ الماجيك سيروم، وسالت ايش الفرق بينهم يعني الاثنين. قالت لي تشتغل هنا انه الماجيك سيروم يتعمق اكثر، يعني يدخل في الجلد اكثر، ومره حلو قبل الميك اب، ويعطيك ريزولت على المدى البعيد، يعني مو بس انه شيء تحطينه ويروح، لا، يعطيك نتائج يعني في المستقبل، تشوفين بشرتك متحسنه، فيها نضاره، يعني يحسن لك البشره، عرفتوا؟ مو شيء مؤقت، لكن الماجيك كريم يعتبر انه شيء مؤقت، كريم تحطينه تخلصين منه تغسلينه خلاص يروح. هذا يظل. عاد اخذت من الماجيك سيروم قلت ابغى اجربه، وكمان بما ان انا بشرتي جافه اخذت من هذا الفاونديشن، اول مره اجربه لكن عليه مدح كثير، اخذت درجه 8 بنات، درجتي طلعت رقم 8. وكمان بما ان انا بشرتي